مرحبا بك ديري لاباس عليكم، نتمنى احوالكم كلها تكون بخير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. جيت لهذا المحل اللي كيبيع الاشياء او الاغراض المستعملة من قبل، وقلت والله حتى نصور فيديو يشوفوه البنات وتشوفوا هذا الشيء هذا اللي كيبيعوا. اكيد اكيد غادي يعجبكم كيف ما عجبني انا، فخليكم مع الفيديو حتى الاخير. هاد المحل البنات كيبيع ديكورات، اواني، اثاث، ملابس، احذيه واشياء اخرى غادي تشوفوها اكيد في هاد لا فيديو هادي. وكان في واحد الجناح اخر انا ما دخلتش ليه، و المهم هو محل كبير، ف الاسم ديالو ايان بروك، يعني اعاده استخدامها. فشغنقول لكم البنات منين كيجيبوا هادشي، هادشي كيجيبوه نعطيكم مثال. انا عندي في الدار اواني وعندي ديكورات، عندي ملابس ما كنستخدمهمش، كنجيبهم وكنعطيهم لهم، هما كيقلبوا داكشي كيشوفوا الاشياء اللي هما يعني اللي مزيانه ما مهرساش، الملابس اللي ما مقطعاش مثلا، الاشياء اللي يقدروا يعاودوا يبيعوها، فكي يلصقوا فيها الثمن اوكي، يعني كيحطوها في هذا المحل البيع، فكتكون اثمنه مناسبه نوعا ما. ومهم عندهم داك الشيء بارابور تمشي تشري من بوتيك، يعني حاجه من هذا الشيء هذا مثلا اكيد غادي تاخديها غاليه، فهنا كيكونوا اثمنه مناسبة، وكتلقاي ضروري شي حاجة اللي غادي قبل ما تخرجي من هنا غتشري شي حاجة غتشريها. المهم شوفوا هادي ديال الشميعات فنة، عندهم دائما الجديد، من كتجي كتلقاي الجديد انتيا تما وهما كيدخلوا الجديد، فهمتوني. المهم هاد لا فيديو هذا غادي تشوفوا فيه كلشي، خليكم معايا. ديال البنات ديال الكريستال تحطي فيها لي فخوي واي حاجه، مهم غزاله وثقيله حتى هذه زوينه، هادو ثقال بزاف ما قدرتش نهزهم والله العظيم الا ثقال. مهم بغيت غير نقول لكم ان الناس اللي كيجيو يحطوا هاد الاغراض عندهم في هذا المحل فما كيحطوها بالمجان، ما كيبيعوهمش نهائيا لهم، ف هما الناس اللي كياخدوهم هما اللي كيحطوا الاثمنه. شوفوا هادي راه ما مستعملاش وزوينه، لكن غير الديزاين اللي كان فيها ما عجبنيش. مهم عندهم اشياء مهم زوينه، عندهم داكشي ديال الاطفال، عندهم هادي شوفوا هادي ديال الحمام، لكن ما كانتش معاها هادوك اللي كيديروا فيها لي بوز ديال السنان، وحتى هاد اش كيقولوا ليه مقراج ياكو زويون. المهم خليكم على فيديو وما تمشيو فين. بالنسبة للأثاث كان هاد الأثاث قديم، هاد الفوتو كان قديم ماشي جديد، يعني ماشي مودرن، ديال شي حد مثلا ما بقاش باغيه وجابوا ليهم. مهم دايرين هنا نظارات هما كيبيعوهم،
مهم حاطين بزاف بزاف راه من جهه الباب في الدخله ديري الاحذيه راه ما صورتهمش ديري لي زاكسيسوار هكا داك السنيسلات هكا خويتمات مهم ما صورتهمش فدايرين بزاف ديال الاشياء ومنتم انتم غادي تشوفوا في الفيديو. هاد الجهه هادي كيبيعوا هاد لي طابلو هادو كيف كتشوفوا البنات ودايرين هاد الكليسه الا بغيتي تجلسي تشربي كافي حاطين كافي تما وترتاحي مع راسك. وهنا في الدخله كتشوفوا هاك الملابس فانا ما صورتش بزاف. هذه هي الجوله ديال اليوم في هذا المحل هذا كنتمنى انها تكون خفيفه ظريفه ومن بعد خرجت وكيف كتشوفوا الثلوجات الثلج باقي ما سخاش بينا. نقول لكم وقتاش كيمشي كيمشي الاخر ديال شهر 4 ولا الاول ديال شهر 5 هكاك صافي كيولي يذوب وكيولي يمشي. وخليكم على فيديو. ومن بعد ما تعشينا ما كنتش ناويه في الصراحه ندير هكا فيديو للعشاء ولا شي حاجه فمن نط ندير هاد السلطه فخوي قلت نصورها معاكم معليش. فهنا بالنسبه للفواكه نتوما كتختاروا الفواكه اللي تبغيو. بالنسبه لهنا انا خديت كيف كتشوفوا معايا واحد البرتقاله وخديت العنب وخديت الكيوي والتفاح. بالنسبه للبرتقال خصو من الاحسن يكون حلو وهنا عندي الاناناس
وعندي الفراولة ولا الفخيز، وعندي هنايا الاجاص ولا البعويد كيف كنقولوا له في المغرب، وهنا عندي المانغ. فهادو هما الفواكه اللي اختاريت انا. وهنا عندي شحال من حبه ما عقلتش بالضبط ديال التمر، نتوما ديروا الكميه اللي بغيتوا. هنا عندي عصير ديال الاناناس، استعملت هذا اللي استعملت. بامكانكم ديروا عصير ديال البرتقال، عصير اي عصير بغيتوا. كاين اللي كيديروا مع الحليب، انا ما كيعجبنيش بزاف مع الحليب، فكنفضل انني نديروا مع عصير. وديال الاناناس كيجي غزال حتى هو. فانا غادي ندوز للتطبيق. كيف كتشوف معايا، غادي ناخذ لي فخوي ديالي وغادي نبدا نحطهم في هذا الاناء. كيف كتشوفوا هنا حطيت المونغ وحطيت الاجاص ولا البعويد، وغادي نحط الفخيز كيف كتشوفوا معايا، وغادي نحط من بعد الاناناس. وهنا غادي نهز الصحن الاخر وغادي نضيف البرتقال كيف كتشوفوا، والعنب والكيوي، واخر حاجه غادي نضيفها هي التفاح. هنا صافي كنبقى نخلط هكا اللي فخوي ديالي كلها، وغادي نضيف ليها العصير ديال الاناناس. خلطوا العناصر كلها مع بعض، وكنضيف هنايا التمر. كيف كتعرفوا التمر ما شاء الله غني 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 باللي فيتامين حتى هو، وصحي بزاف، فمزيان الواحد يضيفه هكا في السلطات ديالو. وهنا غادي نخلط كل شيء مع بعض، وغادي ندوز نحطهم في الكؤوس ديال التقديم. البنات خديت هاد الكؤوس اللي كنقدم فيهم دائما الديسير ديالي، وغادي نبدا نحط بهذه الطريقه هذه. المهم بالنسبه لي فخوي البنات، ديروا اللي بغيتوا نتوما، ديروا اللي متواجد عندكم، اللي متواجد عندكم اكيد، فانتوما كتختاروا لي فخوي اللي بغيتوا ديروا. انا اختاريت هاد الاشياء هذه، ما ضفتش الموز ولا البنان، ما ضفتوش حيت كيكحل. المهم نتوما ديروا الفواكه اللي متوفره عندكم. كنستمر بنفس الطريقة حتى كنسالي الكؤوس ديالي. المهم هاد السلطة فخوي كتجي البنات رائعة، وكتشبع مشبعة ومشبعة، وش غنقول لكم غنية بلي فيتامين اكيد،
ومزيان حتى الوليدات الصغار فاكيد غادي ياكلوها. مزيان الانسان يبقى هكا يدير واحد الوقيته ياكل فيها لي فروي، فهما جد جد مهم ان الواحد ياكل هكا الفواكه. فهنا كيف كتشوفوا معايا حطيت كل شيء في الكوز ديال التقديم، وخليكم مع النتيجه الاخيره. هنا كيف كتشوفوا معايا هذه هي النتيجه الاخيره. فهنا خديت هذا البسكوي ديال الشوكولا حطيته، وهنا كذلك خديت واحد القطعه من الكيوي حتى هي حطيتها كضفتها. فهذه غير فكره للتزيين، نتوما تختاروا اكيد الطريقه اللي تبغيو تزينوا بها الكؤوس ديالكم. بالنسبه لي انا اختاريت هذا الشكل هذا، وعطيتكم غير فكره. فكاين بزاف ديال الناس اللي عندهم افكار يعني اخرى ويبغيو يزينوا الكؤوس ديالهم بطريقتهم. ف كيف قلت لكم هذه غير فكره تقسمتها معكم. المهم كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون خفيف ظريف عليكم، تكونوا مشيتوا تفوجتوا معايا شويه، شفتوا هذا المحل اللي كيكون المحل اللي كيبيع يعني الاغراض ولا الاشياء اللي كتكون مستعمله. و شحال كاين هنا في طرومسو؟ كنظن كاين 3 ديال المحلات، جوج كاين في السنتر، جوج كاين في السنتر، وواحد كاين بعيد وبغيت نمشي ليه شي نهار ونصور لكم حتى هو غزال فيه اشياء زوينه. المهم انا غير صورت لكم، بغيت غير نخليكم حتى نتوما تشوفوا، وتقسمت معكم حتى هاد سلطه فخوي. كنتمنى ان هاد لا فيديو كيف قلت لكم يكون خفيف ظريف عليكم وينال الاعجاب ديالكم. فنعاود نفكركم الا انت كتشوفي الفيديو ديالي دابا وكنتي ما مشتركاش في القناه، فكنقول لك مرحبا بك، اشتركي عندي. وشكرا بزاف بزاف على التشجيع ديالكم، والقاكم في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.